ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اشكروا يزدكم. صح ولا يا ابن؟ صحيح. تعجبني. يا رجل ثلاث ايام زعلان. قلت اني اكرهكم بس. بقولها يا عيال. قلتها قبل الصلاة. طبعا احنا اقول زملائي اولا. زملائي حلوة زملائي. احنا كلنا يا الربع معرضين ان نخطي، صح؟ نخطي ونصيب. سواء كانت اخطاء مقصودة او اخطاء غير مقصودة. الجميل في الامر في الموضوع اللي انا بقوله ان الشخص اللي يتعلم من خطاه هذا الانسان اللي صح ناجح وراح ينجح. اما الشخص اللي يخطي ويعاند ويكابر اني انا ما اخطيت بالعكس انا صح، هذا شيء اشوف انه مخطي على نفسه، صح ولا لا؟ يا سلام. فجميل انك تخطي، والجميل ايضا انك انت تتعلم من خطاك. ومو بجميل انك تخطي، لكن جميل انك تتعلم من خطاك. لا تكابر واخر الدنيا مقابر. يا سلام، لا تكابر واخر الدنيا مقابر. اترك المايك لاخوي راكان بن ملهي، اذا عنده اي تدخل او اي شيء راكان بن ملهي انت تحب. ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. انا بس بذكر اخواني. انا بسالك، عندي استفسار يا راكان. تفضل. هل الماي فود بالعربي كامينج اور بيتاخر؟ اور ميبي 20 مينيت. يا اند ذيس كار كامينج هير، يعني السيارة قادمة إلى هنا. الدسكاون حق الون مينت. أنا أعتذر على الكلمة اللي بقولها يا شباب، فأتمنى أنكم تعذرون إن شاء الله. وتفضل يا أبو خليل. بيض الله وجهك. هذا أبو وجه. لا يوت رجال الاحتقان ومعلومك طيبة. من هو؟ زبطوها طيب. سأتكلم اليوم عن الأقوال الذهبية من شرح الأربعين النووية عن النعم. وقال أبو حازم: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. وقال بكر بن عبد الله: ما قال عبد قط الحمد لله مرة إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله. فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول الحمد لله فجاءت نعمة أخرى، فلا تنفد نعماء الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لينظر العبد في نعم الله عليه في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك، ليس من هذا شيء إلا وفيه نعمة من الله عز وجل. فحق على العبد أن يعمل بالنعم التي هي في بدنه لله عز وجل في طاعته، ونعمة أخرى في الرزق. حق عليه أن يعمل لله عز وجل فيما أنعم عليه من الرزق في طاعته جل وعلا. فمن عمل بهذا كان قد أخذ بحزم الشكر وأصله وفرعه. ورأى الحسن رجلا يتبختر في مشيته فقال: لله في كل عضو منه نعمة، اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمك على معصيتك. وأيضا كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه: إني بأرض قد كثرت فيها النعم حتى لقد أشفقت على أهلها من ضعف الشكر. فكتب إليه عمر: إني قد كنت أراك أعلم بالله مما أنت، إن الله لم ينعم على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه، لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل. فقال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وأيضا قال سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها إلى قوله وقالوا الحمد لله. وأي نعمة أفضل من دخول الجنة؟ الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجمعنا في جناته جنات النعيم. هذا الله أعلى وأعلم. السلام عليكم. الله يرزقنا. نعم.
قصة مختصرة يا شباب، أتمنى بإذن الله يعني أن تصل فائدتها. أبشر أبشر، أتمنى أن تصل فائدتها إليكم بإذن الله بالطريقة المناسبة. في يوم من الأيام في أحد المدارس جاء طوال أعماركم ثلاث طلاب لمدرسهم، وزع لكل شخص فيهم أو أربع طلاب، معليش أتذكر أربع طلاب جاءوا لمدرسهم في المدرسة، أعطاهم نعم أعطاهم طوال أعماركم، أعطى لكل واحد تفاحة. حلو. قال لهم بكرة، قال اللي طلعت من المدرسة الحين كل واحد منكم يأكل التفاحة في محل ما حد يشوفه فيه مر، واللي جيتوا بكرة علموني وين الأماكن اللي أكلتوا فيها. قالوا تب. راح واحد، اللي راح ركب له قارب وراح البحر وكله في وسط البحر، وراح اللي في وسط الصحراء وكلها، وراح اللي عاد كل في فلك يسبحوا. اليوم الثاني جو رجعوا الطلاب للمدرسة ثلاثة ما معهم شيء، واحد منهم مع التفاح. قال لها مدرس ليش ما أكل تفاحتك؟ قال يا أستاذ إني ذهبت في كل مكان ولم أجد مكان أختبئ فيه من الله سبحانه وتعالى لأن الله يراني. الله أكبر. فاستشعروا مراقبة الله سبحانه وتعالى شباب. نعم، استشعروا مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين، وجزاكم الله في الجنة. قصة من الكيس ولا صحيحة؟ لا صحيحة القصة. لا دقيقة ممكن طلب بس كيف القصة؟ ممكن طلب عبد الرحمن عسيمي؟ ممكن طلب؟ ممكن طلب؟ قلتم إن شاء الله تكفى طلبتك ما تردني، أباك ترجع حرف النون لحروف الهجاء. السكسوكة والنقطة هذه ايش قاعد يقولها؟ اوه ما فهمتك والله. السكسوكة ايه، لان حروف الهجاء قاعدة تشتكي يا اخي، حتى تقول في حرف ناقص. ذباتك طويلة زي وجهك يا توكل على الله، حل عني بس. اوه يا اخي حرف النون قال لك والله كوميديا. الله ما عنده لا كوميديا ولا عنده حبة. ليه تأثرت من القصة بالله؟ يا اخي شفت عيونه بغت الدم. انا ما تأثرت بس انها وصلت الفكرة يعني، اعرف ان الله يراني في كل مكان وتأثرت. بس ما قلت يا ولد الأخير ذا داهية. بس يا أخي ذا داهية شكلها أنا كنت. لا. أنا أعرف القصة. أعلمك اسمع بس استغفر. يعني تخيل إنها أنا في الديرة، كنت درست في الديرة وادي بسر. شوف جاني درس يوم أعطانا كل واحد منا طال عمرك. كل أعطى إيش؟ دقيقة. شو تقول؟ وش أعطانا؟ رميس. لا أعطى كل واحد منا ذبيحة. أعطى إيش؟ أعطيت كل واحد منا ذبيحة. مدرس قال يلا عبد الرحمن ذبيحة وأخوك ذبيحة واثنين من آل عمي ذبائح. قال يلا اذهبوا في أماكن لا يراكم فيها. نعم لا يراكم فيها أحد، وكل واحد منكم يذبح الذبيحة وتعشاها وليتغداها. ثاني مرة تقول واحد. إيه ما عليه. واليوم الثاني جون تعلموني وين أكلتوه. راح أخوي طال عمرك أي إخوانك شو اسمه هو؟ أخوي عمار. إيه راح طال عمرك في الوادي عندنا، واحد من آل عمي راح المزرعة. إيه والثاني طال عمرك راح له في راس طلع. انا جلست وادم، رحت انا طالع في الشمال يا ولد، اروح في البيت، اروح في الحوش، اروح في كل محل يا اخي تحس ان الله يراقبك، تحس تؤمن. نعم. فاخذت الذبيحه ورجعت بها المدرسه، رجعت المدرسه المدرس يا ولد الذبيحه وين ذبحتها؟ انت قال اكلتها في الوادي، الثاني قال اكلتها في المزرعه، الثالث قال وين تعبتها؟ قلت يا اخي ذهبت في كل الاماكن لكن استشعرت ورقبة الله سبحانه وتعالى لي في كل وقت وفي كل حين وآمنت فلم أستطيع أن أفعل. صفق. صفق. أنا أقول لك تخيل يعني ما أقول لك. لا هي. تخيل أنها تبقى من عندي يعني عرفت. هي سواء كانت القصة حقيقية مو بحقتك اللي قبل شوي قلت هذه. أو أنها خيالية. في الأخير وصلت فكرة. فكرة جميلة جدا. إيه إنه. من وين يعني؟ صح. من وين تتغب؟ عبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا وش تعرف إيش؟ تعرف التوحيد؟ لا. تعرف الإسلام هو أركانه. نعم. شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وأن محمد رسول الله. إقام الصلاة. إيتاء الزكاة. صوم رمضان. صوم رمضان. حج البيت ما استطاع عليه سبيلا. نعم. هذه أركان الإسلام. نعم. أركان الإيمان ستة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإحسان هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله إذا كان يرى
النملة السوداء على الصخرة الصماء، يعني السوداء الملساء في الليلة الظلماء، ويسمع دبيبها. الله أكبر. توقع بيخفى عليه شيء. من أين ست؟ الذرة أصغر من الذرة. من أين ستف تهرب أيها الظالم؟ من أين ستف تهرب أيها العاصي؟ يا ابن آدم القبر كل يوم ينادي. الله أكبر. الله يجمعنا ان شاء الله في مخيم دعوي مع بعض. امين. الله العظيم. تهرب من الله اليه. تهرب من الله اليه. الله هذه من كلامك انا قسما بالله قلت جاء البارح اتقبل سردك في صدر رحب. ليش؟ يحظي وسردي. لا حول ولا قوه الا بالله. كمل. يعني كل ما جيت تعصي الله ابن ادم، كل ما جيت تسوي ذنب، كل ما جيت تخيل يا اخي انا بفتح موضوع، بفتح موضوع عيال، موضوع النيات. نعم. انك تدخل في نيه شخص او الشخص يدخل في نيتك، او ان فهمت انت بعض الاحيان ترى نيتك ما تدري وش صح، صح ولا لا صح، بعض الاحيان الواحد يشكك في نيته، فما بالك انك تدخل في نيه الطرف الاخر. فهذا الموضوع اعدكم واعد نفسي ان ان شاء الله بافتحه ولا راح يغلق الى ان نتفق جميعا على الشيء هذا. والله كلام جميل. ذكرني القصه ابو ملهي. وش هي؟ واحد من الصحابه قتل واحد من المشركين. ها زين. بعد ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وعاتب النبي، قال ليش قتلته؟ قال لأنه قالها مو مؤمن، قالها خوف من السيف. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن صدره؟ أكبر. لبيه شا جاء عطيت الرجال رأي الرجال، قلت أطلع الرجال وجبه. مرحبا. أنا عندكم دقيقة بس خليني أشوف الرجال. شلونكم؟ لا لا عود عود وراك، عود وراك، عود وراك. سمعت مني الغالي، اقول يا اخي، يا اخي المسلم اذا اردت ان تعصي الله سبحانه وتعالى استشعر مراقبه الله سبحانه وتعالى، فانك سوف ان شاء الله يعني انك سوف تتراجع عن هذا الذنب الذي سوف يؤدي بك الى مهالك. انا اعتقد ان افضل اسلوب للتربيه هو ان تصنع في ابنك الرقابه الذاتيه. عرفت؟ في بعض طرق التربية يربي ولده على انه ولده ما يسوي الغلط اذا صار ابوه يشوفه مثلا او امه تشوفه. هذا غلط. اصنع عنده رقابة ذاتية انه يشعر انك موجود او يدري ان الله سبحانه وتعالى يطلع على كل شيء يسويه. اذا صنعتها في ولدك خلاص. طيب تسمح لي اشطح شوي. الله لا يهينك، والله اني بضف وربي اني بانتظر بس 20 نقطة 25 نقطة. والله انك تستاهل 20,000 يا ابو. ابي 25 نقطة بس. بما انا هذه عندي خليها عندي. لا لا لا. لو سويت لك حركة تعطيني تخليها 50؟ إذا كانت الحركة حلوة، إذا كانت مخيسة بخصم لا لا لا. والله إذا كذا حتى 25 سالب كذا يا ضايع. كذا أنا نخصم عليك. طيب اسمح لي أبو فراج. فراج أخوي. سمي. أنا يعني قد جاني هدايا واجد وقد جاني يعني خصوصا من السبح الشيء الكثير يعني اللهم لك الحمد. والسبح صراحة من أجمل الهدايا المعنوية، فبما أنك خبرة في السبح ما شاء الله، أول شفتك أعجبتك السبحة يعني ومن قاعد تطالع فيها، وإذا ممكن تعطينا بما أنك خبرة ممكن تعطينا معلومات عن هذه السبحة خصوصا. أول شيء هذه ما هي بي سبحة، هذه خيطها أمريكي. نعم. خيط أمريكي هذا ما ينقطع مستحيل. هذا انسى هم منه ينقطع. هذا أول شيء. السبحة إذا بغيت تعرف هي زينة أول شيء حبتها زينة. يعني ما هي بكبيرة ولا بصغيرة. والله بعض الحبات تديك 60 داهية. عرفت؟ إذا كانت ما هي بصلية. الشيء الثاني اسمع صادق. الشيء الثاني تسمع طقتها. ها اسمع طقتها. عنده. ها عنده. جرس ما شاء عنده. الله لا يهينك يا أبو نايف. كلمهم ها؟ والله إنك صادق. والله ما خاشر والله جرس. طقتها، والله طقتها غير السبحة الثانية. شوف. هذه طقتها ترد الصوت بتسنن الرجال خس النغمات سنن عادي فرشة طاهرة. الطريقة الثانية عشان تعرف هي صوتها ودقتها زينة ولا لا. هو أكبر. والله في تناغم قوي بين كله. عشان تسوي سبحة دائم إذا رحت شريت سبحة أو تشتري محل سباح وقل له يحط لك الفراغ هذا. جميل. هذا الفراغ ثلاث حبات، بعضهم يحطها ثلاث حبات ونص، هذه ثلاث حبات ثلاث حبات ونص تقريبا. ليش؟ عشان الطقة تبين. هذه لو انها كذا مشدودة ما حتى ما تقدر حتى ما يمديك تسوي فيها هذه. ها تعرف اصلية ولا لا؟ اتوقع انها من كبد الحوت ذي صح؟ لا هذه سندلس. ايش اسمها؟ سندلس. ايش يعني سندلس؟ سندلس هذا نوع من انواع
السباح هو في يجي سندلس تركي يسمونه سندلس وهو بسندلس لأنه شبيه بالسندلس وفي الأصلي السندلس الأصلي الألماني. كم قيمتها تقريبا؟ قيمتها توصل للأربع آلاف ثلاث آلاف تبدأ من 800 عرفت؟ يعني هذا باحتمال سعرها 4000؟ هذه قيمتها في الشخص اللي هداها لك. نعم نعم القيمة طبعاً المعنوية من القلب للقلب هذا شيء ثاني. صراحة ما شاء الله تبارك الله الله يبارك لك فيها لونها جميل ودقتها. شهد الله أن السباح ترى في أنواع منها واجد في منها العاج العاج وهو غالي ينباع بالجرام نفس الذهب العاج اللي هو أنياب الفيل عرفت في عظم الجمل عظم جمل ابيض يجي لونه في الغالب انه يجي ابيض ساده او انه خلفيه كبيره مسبيها او انه الخواتم اللي تبيعها يعني شوي بس مو بايد ايتي مرتك خاتم قبل يضيع عرفت ينقشون عليها فيه عندك الكهرمان تراب كهرمان حتى الخواتم هذا نوع من انواع الحجاره اصلا الكهرمان فيحطونه فص في الخاتم ويحطونه في السباح انت تقدر تختار اي لون تبيه في الخيمة اذا رحت محل السباح شوف هذه صراحه ما شاء الله تبارك الله مختار لها لون اسطوري لون اسود مع زيتي ما شاء الله شهد الله صبر. انها غاليه وجت من غاليه وجت من غالي الله يبيض وجهك يا يوسف النفيعي ابو عبد الله الله يبيض وجهه ويجمل حاله ويقدرنا على رجل جميل هذا اكثر شيء يخرب السالفه ها 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 وبعد عشان اصليه تقعد تلعب فيها باذن الله راح اعلقها على على مرايه الدتسن وعلقها عليه مناي ايضا تبارك الله ايش طقتها لا هذه هذه قرقعه ها تدري ليش تدري ليش حط على مرايه الدتسن يصير مع كلمة طناش مع كلمة طب بسمع صوتها وادعي لابو عبد الله اي والله مرهوم وش هالمبادرة الزين هالصراحة ما شاء الله كريم ابو احسن بالله عظيم هبال هبال الصراحة احسن بالله هبال ايش هو مسوي يا ابراهيم غيران من تدري وراه غيران من تدري وراه يقول قلافي وراه يسوي الجمعية تساعد احسن بالله اجيب انجاد انا واجيب سيارتهم بعد يا حوي لك ابر اخي قسم لا عنده سم نبي قهوه سوداء يا عمي التنافس ابي 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 اصح مو بصح اروج المبادرات التطوعيه صراحه جميل جدا يعني حتى لو بكره وبعد كلنا نجيب جمعيه خيريه قاسم بالله اني اول واحده اوقف معك يشرفني اول شيء انك سويت مبادره عن ساعد نعم وكذلك يشرفني اليوم اعطي ختمك شوي فريق ابشر بسعادتك يشرفني كذلك حضور فريق انجاد ما قصر من اللي بقهوه سوداء يوسف المفيعي ما قصر على حضوره من اللي بقهوه سوداء هو مدير العلاقات العامه تبي قهوه سوداء بياكل وكذلك سلطان الذياب قهوه سوداء ابو عبد العزيز اداره الجوده والسلامه ما اسوي لك سكر قهوه سوداء سكر لا قهوه سوداء اي تكفى لا انت هذا فضه سكرها في كويتك ولا بحرم ليت نورتك خاتمه بدور وبحصله وبوريك ابي احرمك من حرامي ثلاث ليالي اذا ما جبت سكر لا بالقهوه بس بدون سكر يا شيخ احنا تضيف السكر حصه ابو حصه هذا درس معي بالابتدائي اي تقول يسولف عليه الحطاني ما شاء الله تبارك الله احس انه مدرسك لا ما شاء الله درس معك اكبر مني هو بسنه ما شاء الله تبارك الله حبيب والله اشكرك والله على المبادره الجميله الجبهه يا حبيبي والله صراحة. والله انه ودي على ما قال اني اجتهدت اكثر فيها بس لا والله ما شاء الله ما قصرت سريعه كذا والله ما قصرت وصراحه يعني اعذرني على البيتين اللي كان ودي اشهد الله اني اقول فيهم معلقه لكن هذا اللي جاء معنا والله يجملنا معكم يعذرنا عكسه واه يا ابو وشوف الحمد لله يعني البيتين جابت سبحه بيض الله وجهه اشهد الله اني قلتهم من باب محبه يعني ما لكن ما يرد الكريم الا اللين نعم والله انك تستاهل هذا كيف عرفت وجهك وافي والله يا ابو لافي كيف عرفت اني فضل كيف عرفت انا اسالك هو ما شاء الله عندنا من اليوم يعطينا معلومات شوف صح ان الهديه في معناها وفي كيف تعرف قيمتها المعنويه وسكيب براي شوف لكن تفاجات ان ابو فراج ما شاء الله تبارك الله يعني من البركات اللي جتنا من ابو عبد الله ان اخونا احمد اثرانا بمعلومات عن السبح يقول السبح هذه ممكن قيمتها تقريبا غير قيمتها المعنويه والحبيه من قلب القلب يقول قيمتها الماديه ممكن تصل الى 4000 ما شاء الله تبارك الله حتى ريحتها هو ريحه مسك وعنبر ورني هذه ريحتها طيبه والله تستاهل هاي الطيبه هذه وفالهي والله حالك وفالك انت بعد اي والله ريحتها ما شاء الله تبارك الهديه جتك من صفار طبعا كيف تعرف هو سندلس اصلي ولا لا السندلس الاصلي تغير لونه شوف هذه تغير لونها شوف هنا في تغير باللون السندلس اللي مو بصلي اللي هو تركي يسمونه سندلس عشان شبيه بالسندلس ما يتغير لونه عجيب لذلك كيف انا قلت لك هذا سندلس الماني لانه متغير لونها وما تجي لون واحد فهذه سندلس الماني بيض الله وجهك اسمع الطقه والله ما شاء الله تناسق نغمات نغمات شوف كل بين كل طقه وطقه ايش بك صدق اسمع
بين كل طقه وطقه. الله يبي وجهه ابو عبد. تسمع؟ تحس قبلة الاذن قاعده تلعب قزوي عليه. بس والله حنيت الجديد تدري. روح انشد ابو نفال هو يبي عشر. لو اني في المهم موقف شو بسوي؟ سوالفه كلها مو واقف ترى. انشد رفيجي وش يبا ولا وش لا والله عادي ما انا ناشد في ذمتك نشدت ولا لا؟ والله انا كنشدت احنا نشدنا يا راشد سوي لي بيض يا راشد سوي لي بيض انا لفها انا حذفها ترى البيض عليه خصم الحين يطلبون مع الرايدين ترى البيض عليه خصم الحين تدري ولا لا؟ البيض على خصم يطلعك براي خذوني محلك من دون ما شاوله فلان ولا علان اطلب كذا كذا واجب ليه النعمه منطوله كذا ما منطوله اي ما كلام اي ما مجارك طيب هذه نعمه حاسب عليها حاسبها يا ربي لك الحمد العماميل فيه العماميل لا يا اخوي اطلب على قدك ولا لا تطلب الناس تاكل وانت اذا بغيت مع الرايدين لا تطلب مد الحافك على قد على قد وجبك يمكن ما معنا فلوس طيب ما معنا يا اخوي الله لا زود نادري انا ادفع صح عليك الكاش ينهي النقاش سر للرحم الله قفل البين سهم حركات والله ما اخذها دين ودنيا يا ابو لا البيبسي بارد البيبسي يسرسح شفت له شربته البطاطس كيف عرفت الشعور هذا الله عيال عاد تدرون كيف ايوه بالدقيقه بالله عبد المجيد لا يوم كل اللقمه الاولى قال عبد المجيد تبي يو 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 لا يوم شافر يوم شيل الوجبه اعطاه اياها ذاك الله عبد المجيد في 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 واحد يناديك في واحد يناديك عبد المجيد ابشر وجبتك جت جات لا راح عن وجبتك جت راح راح في واحد يناديك والله اي والله دقها قبل الديلمة عشان تضبط امور جيب جيب وجبتك تعال هاكل وكل وجع والله بالهنا والعافيه يا الربع خلي البيض ينفعك يا الربع من عيالنا والله يا الربع من عيالنا ركاب معه عمر معه عمر يسحب كراعينا منقوله منقوله يا ابو سامي طلبه تعال تعال انا حاضر منقوله أنت حاب ما طلقت الله عشانك طلقت أنت وهذا أنا ما طلقت لا ما طلقت أنا ما طلقت أنا ما طلقت أخي ترى قبل شوي تحدين على سوالف بالطقطقة والله يستر لي يكون طلعت صدق وإحنا نمزح ونستهبل مع بعض الديلمة من اليوم يا عيال ها؟ أسترو وين؟ بالله حد يناديني ركاب أسترو أسترو انسايد ذيس كوكا حتى وش اسمه يا حد يناديني صدق إيه بعدين والله والله عينك فينا لا عيني معارضة عيني فيها ما تخطيها تاخذ شوية وتدربيها ما يمداه يجيبها جابها يا ولد ابو الصيد باللقمه تكفى عبد المجيد قل ما شاء الله لا يوم انك ما تطلب اللي معك ليه يوم انك ما هذا تدري ليش هذا عشان بكره لا بغيت تعشى ولا تغدى اول ما يحل في بالك عبد المجيد والله اني ناشد اطلبوا له على طول تدري عاد والله يا ولد والله يا عيال ان في مره واحد من العيال طلب له بيبسي بيبسي ايه وكان في واحد من اخوانه يناظر فيه ولا طلب له عاد مشتهي البيبسي اخوه ويناظر فيه يا ولد شرب البيبسي يوم انا طالبك طالب انا تروح تاخذ يوم غصب بطنه ومن ذاك اللحظه لين الحين كان هالبيبسي ما عاد اشربه عاد انا ترى عيوني تروع في العيشه والله شوف طلب جاي روح حبه تدري ما حد ناداه والله خليه يروح يا رجال والله ابي اكمل عيب انا ما داني اكل واحد يشبح فيه وتجي تقول عبد المجيد ابو سامي شوف في اللوكيشن الثاني الاخير هناك ما توقع ديلما توقعني ديلما انا صراحه يعني. لا انت لا وانا لا انا وانت مضبطين صراحه انا اول قلت للعيال اتفاق قلت يا عيال بعدين العيال ما انا اشوف انه صراحه لا ما انا يعني اسلم يا اخوي شغلونا بالخطا قلت يا الربع يومين يعني خلوا العيال اللي قد نقاط يصلون يعني مثلا اروح انا اصلي وقفل عليكم ما اصلي جوا انتم الظهر والعصر اطلب والله جماعه جوا انا بصلي ما على شيء. انا بصلي عشان انتم تخسرون نقاط وانا اكسب ابيها يوم واحد بس 4000 خطوه افرق بيني وبينكم والله يفرق بيني وبينكم والله يفرق يا ولد يوم ابو حسن قال ابشر بس طلع بكره السبت ما في درجات لانه براي لا في والله تحسب الاسبوع الجاي من الحلال انا ما ادري اقعد الاسبوع الجاي ولا ما اقعد شوف لك مني النقاط الباقي اعطي فيها خطوات الباقي ان طلعت انا دينما بقول بتنازل يا الربع الخطوات المتبقيه لابو مشعل متبقيه اي الحمد لله وشكرا. ترى باقي باقي شو اسمه خطوات ما بعد خطيتها للحين. الله اني كنت منضبط كنت ماشي صح وكان كنت طيب واموري في السليم لين قالوا عاد عيدك عيد اللي تحب.
الله والله انك طيب. اموري في السريع. لين قال عاد عيدك، عيد اللي تحب. هذه قصيدة مبارك من رادع، من رادع. شلها فلاح ومشعل. وانا مستمع. بس والله فكرة سديدة الرايب ومشعل. والله المفروض نقفل عليهم ونظرا نصلي انا وانت معنا ثلاثة ولا أربعة نقاط. بس مش تكون عند الإدارة يا رجال، نروح نياها في مشكلة. احنا على أرض الواقع. اللي خلف الكواليس خلف الكواليس. احنا في أشياء واجد. رجيم ما صار ورقود. نعم. أثبت إني مقفل عليها. أثبت. في إثبات عندهم؟ ما في إثبات عندهم. بس يبي لنا كيلو نوات ولا نحط العصا على مقبض الباب. يجي يفتح ما يفتح. لا بنخلي عادل الهيف يمسكهم بسالفة. ولا عادل الهيف. والله يمسطهم بسالفة عاد طويلة. عادل بيفزع لنا والله. بيمسطهم بسالفة. وحنا بنصلي وبنتعذر لحد على البث. بقول ما عذر الرجال وما تخصمون عليه. هم بيخصمون بس احنا بنقول كذا يعني عرفت. وخلهم يخصمون عادي. خلهم يطلعون برايم يا ولد شغلانة. شوف انا صرفت التصريف الاولى، حاول انك تصرف التصريف الثاني انت. بس شكل جاي. طول عمري تعوش معه. استمريت الأسبوع الجاي باخذ لي بدلة فيها كرفتة. أيوة. هذا تدشين الانضباط الرسمي الفعلي. أرجع انضباط، ما إحنا بين منضباط. بس أكذب عليهم كل ما شفتهم يقول أنا منضبط. أنت شنو ديت الرياض؟ وين فهد؟ ها؟ دقيقة دور فهد، دور فهد. دقيقة أنا. والله صادق. دقيقة بس دقيقة. بلا استهبال يا عيال. دقيقة دي. هذا زيد عين بالله شوف بالله دقيقة. شوف الرجل جوا كله. الرجل عيال الرجل جوا كله. الرجل عيال الرجل ونعم فيهم ما قلت شيء. بس أما إني أطلب الرفيجي أخليه؟ لا والله ما إحنا بقى. أنا خاسف حتى باللقمة يا أبو هذا. يا مرحبا. والله. سلمت لا. لا 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 لا. لا باقي البرجر بس والله. ما أقدر آكل بعد. ثوب. لا لا. برجر والله هذا باقي برجر. جوزين البرجر. يا ولد أنت جت معك. يا رجل عيال وين معي؟ أقسم بالله العظيم إن صدق. بعد مغارم موجودين. ما هي مشكلة. بعدين غير مو موجودين. طيب انا بتخني. بتخني شوف. السلام عليكم. انا اللي داخل الموضوع ذا. اي لك داخل اي. انا منضبط ما انت معنا في القرية؟ ما انت بخوينا؟ لا انا همي هم نفسي لو سمحت. حالي حال نفسي. نقاطي دي ما لها دخل بالنقاط انا حالي حال نفسي. والله. يا اخي فهد الزعيم. ولد العيال وينهم؟ هاني لا في المنتج اكلهم والحين ما لقيتهم. احنا ما لنا دخل يا عيال. انا صادق. اكيد ما طلعوا الحين بيقولون في عمليه سطو وكان ما متى افتقدتكم والله في شيء يا رجال بس ما اسمع تم انا قلت بيجون لا والله لا والله ما يطلعون كذا والله ما يطلعون كذا انهم مكلمين الاعداد مشان انا قلت مستحيل يا رجال انا قلت ما قلاب بيصلوا العشاء معنا شفت لو بيطلع الزين بيعطيني خبر الصلاه خاصه مالك يا ولد مستحيل ان ذا ما قلاب لا مستحيل مقلب يا ولد زعله يعني شوف صل على النبي يا نايف لو مقرب يمكن نسلي العشاء بس صلاة العشاء غايبين عنها طيب الحين ليه بيزعلون عشان قلت لك هاك الحين ليه ليه تقطعون سالفتي؟ ليه تقطعون سالفتي؟ ترى انت بس صدق ترى هم القرب والحب الحين صاير شيء في نايف العيال ولد فهد هو محمد وش مزعلهم؟ مزعلهم شيء؟ يا اخي صلاة المغرب قلت انا اكرهكم جاي كذا قلت ابو والله شيء غريب يعني غصب يحبهم وطلعوا طرح وراح اسال يعني غصب مقرب وفقدناهم قلنا بيجون يصلون العشاء كانت صلاة العشاء وصلينا مو موجودين شفت لو قبل صلاة العشاء يكون معقولة بس يا أخي ألف خطوة على صلاة العشاء ما هي بسيطة محمد يقول والله دخلهم برايم اليوم محمد من؟ محمد زعزي يعني في شيء لو قلت الواحد أنا أكرهك يا أخي ناس والله صار حساس ما تقبل ما تقبل عادي يا أخي غصب اللي تحبني عادي من حقك يا أخي بعدين يا أخي كثر خير 75 يوم وأنا أحبك يوم كرهتك كرهتك يوم خلاص ها بعد
العلوم بدل شيء معناته بجيناتك بدل متكفى بالضبط الكلام بخصوص الشيء ذا الفلان فعرف العيال يا انهم زابنين في مكان بس ما اتوقع يزبنون عشان ينخصم منهم 1000 في الصلاه يا ولد مستحيل يا ولد هم موجودين يغيرون الصلاه مستحيل واقف ذا الوقفه يخصم منه 1000 وفي نهايه مطاف ما اقرا مستحيل تعال 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 احسن يا رجال بدك تكثرون المقالب هذه سووا مقلب انت بعد نايف وليد ويبع عن الصلاه لا لا مقلب ما يوصل خصم 1000 وقلنا لو انهم طالعين يقللون الاعداد يا ولد ايش العلم يا ولد انت والله انه نايف انت بعد مشكلتك معهم يا نايف صار الشيء ذا كله ما ادري استخفني يا اخوي غصب احبهم اكرههم لا ما توصل هو غصب الدش قلبه ما يكرههم اكيد ان في وراها شيء ندري ان اكرههم مزحه منك لكن فكنا من الحركات اذا تعرف شيء ولا شيء تكلم والله مع والله لا ما صراحه والله ما خلاص اذا تعرف شيء تكلم بيا بلا عشان ندور سالفه احنا نكسب نقاط دورني اوكي وكذا لكن يا عيال في شو يا عيال لا 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 شو في اخر يومين ابو هداك الخطه الاولى قلتها نبي نسويها بكره بس ما يمدى اسبوع الجاي احنا اكيد اسبوع الجاي براح اذا كملنا يوم الاحد نقف على عيال البيبان ونطلع الصلح لنا ما بصلاه واحده نبي اربع المشكله انا ما عندي نظام شو وما شو اربع والله العظيم فهمت عشان نجي خصم قوي 4000 5000 انا ما اعرف انا سويت شو الاسبوع اللي راح مع الربع وكذا صراحه انا الشو حقي تدري وشو ابى انضبط هذا الحلقه اقول لك انا احضر صلوات وقرات والله اني اتحداك تحداني نعم انت وياه اوعدك عقب اوعدك عقب البرنامج ما شفتني منضبط لا في البرنامج اسبوع اذا رجعت يعني انت برايم طبعا انا خلقت لاتمرن على القوانين والله اي والله ابى هداك عجبني المصطلح شكرا انا معك رتويت تدري وش المشكله اللي نعاني منها تدري وش المشكله اللي نعاني منها والله ترى منضبطين انا صراحه المشكلة اللي أنا أشوف أول شيء والله العظيم يا أبو سعد أنا الحمد لله منضبط يا رب لك الحمد من غير من قبل لكن عمر وراكان في مشكلة عندهم واحدة لو تنحل تلقاهم زي الألف وش هي مشكلة النوم يود أنا مرقد أنتم بينكم بين النوم علاقة أنا مرقد وطيدة ولا جاني النوم ما يجيك إلا فتح سالفة يحبها قلبك أبو مشعل وخذتنا السوالف ولا جاء النوم هو طرت علي سالفة ها. ولا قصيده ولا هذا والله العظيم من ذاك اليوم والله العظيم انا من اصحاب ابو سامي ذاك اليوم نرقد ما ادري يوم بالضبط والله حاطين روسنا نرقد واغني واظهر لي ببيتين واقوم اقول لابو مشعل والله العظيم ما جاكم الا الصدق ساعات ما قلت له البيتين ويحط يد على راسك ويقوم يخليني ويفتح الباب ويظهر يروح هناك برا يمشي في الثير رايح جاي ويطبق لي 6 ابيات والله العظيم انها تصير مواقف طيب هلوها يا عيال هلوها ولا ما تقول لا ما 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 تحت البث تحت الباقي بس منضبط ذا الاسبوع الجاي بس تقدرون والله ودي اساعدك لكن ما اقدر انا اللي ودي اساعدك تكفى يا راكان لا تطلع على الستيج الاسبوع الجاي تكفى يا راكان والله الرجل على الرجل يضربون الستيج رايح جاي اي رايح جاي اي رايح جاي ابي انا من باب التقصير اني ما مال البرايم طراوه وحلاوه بدونهم ترى صرنا نمون على ستيج حنا انا استدري ستيج لما مرت من عنده يقول لي كذا ها تخيل برايم تخيل يمر برايم ما في راكان عمر ايه لما مرت عند ستيج قال وعد اسمه الجاي زيك تخيل برايم يجي ما في راكان عمر سواد يا عيال طب الحين لو اطلع برايم وغادر زين حلو لان ما في احد بيصوت ان شاء الله لو اطلع برايم مغادر مضبوط هل باجي اليوم الاحد مع فقره زياد ولا تتكنسل لا يا رجال احسن تتكنسل تفكر منكم ان شاء الله تفكر من شر بس تدري كيف صور سناب زياد يعني لو اظهر عادي عندكم انتم طالعين معي والله عادي والله تجبوني والله رح اسمع وفقره في العمق خلي زياد يرسل لك الاسئله وانا اجاوب عن بعد ونجاوب على السناب يا سلام بس والله بعدين الردود اللي صورها السناب داك تاخذ راحتك يو ترد مريحيه انت واضح سوالفك من جوع بس ذا سوالفه من شبع فهم ايه؟ شبع ترى جميله اذا تصادموا الشبع ايه فاتمنى يعني اتمنى انكم تحترمون انفسكم يعني وتحترمون مشاعر يعني بغادر وتتكلمون معي بهذه الطريقه والله انه صدق حرام ما غادرت والله ما غادرت والله حرام ما غادرت بين لي قيمته بين بين يعني بين القيمه المضافه عندما الفقدان الفقدان ايه؟ بين الفقدان اذا تخيل راكان بكره شوي طلع ولا بكره معلمك لو انه مغادر في بدايه البرنامج او في منتصف البرنامج ممكن لكن احنا في النهايه اسبوع ولا اسبوعين بقابلك صح ولا لا صحيح حايد
تطلع بعزه، لا الفرحه طيب تطلع بعزه اليوم انهم قالوا وراك كان بملاهي انت ترى للحزن فرحه غادرت هنا ما شوف والله العظيم ابو سامي دقيقه انت اسمع والله بساعة تدري ان للحزن فرحه تدري للحزن فرحه مثلا ان انت تحزن وانا افرح ليه افرح لان اشوف الحزن اللي في عيونك علي انا هذا من دواعي سروري ان لي غلا عندك طيب اذا شفتني اكابر عن الحزن عشان ما اخليك تحزن بقول لك لا تكابر واخر الدنيا مقابر لا والله صدق لان جيتني وانا انت تدري اني حزين وانا كابر واضحك عشان ما احسسك بالحزن هل هذا شيء جميل ولا شيء مو بجميل هل انت كنت صابر قبلها إيه؟ صابر رباعي ولا الخماسي ولا سداسي الحمد لله لا تعال تعال والله صدق ابو مشعل لبيه ابو مشعل تعال دقيقه اسمع دقيقه بس بكمل الرباعي والخماسي عندي سالفه ثانيه والله انا اطلق منها بواجد والله سباعي طيب ها سباعي فيه سباعي لعبتي السباعي ها تيتول طارق صابر السباعي قصتي معه قصه طويله ابو سعد ابو 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 هدال لبيه تذكرون ذاك اليوم يوم اللي قلت انا بنسحب ايه يوم مقلب كسامج والله مقلب يا سامج اللي شايف تعابير وجيهكم جاي ابو هذال بس والله لو قال ابو هذال قال كذا انا الان ترى على فكره يوم سويت المقلب هذاك والله اني استانست وناسه قويه جدا عرفت قدري بس عجبتني كلمه الان بعض الوجيه بانت انه منكسر انه انكسر بعض الوجيه والله اني اقرب منه ان دمعته هنا والله اني اشوف دمعته في عينه والله اندل دل على وش رجيل هو قبل الانسحاب وقبل ذا كله اللي قبل المصحب من بلا رد الدموع الا لينصبت دموعك كلها اي والله ترى دمعه الرجال غاليه والله مقسى من بلا رد الدموع الا لينهلت دموعك كلها الله وش رايكم في البيت هذا تو الله 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 اقارب هذا والله مقسى من عنا رد الدموع الا الدموع اسلم إن كان هلت كلها جميل ترى فيه تبى الصدق الصراحة أفتح لك الذي خاطر الحمد لله تدري قلبك راحة قلبك صح إنه مو بزين للرجال وإنه مو بتبكي قدام الناس لكن أبغى أقول لك شيء قلبك والله إنه راح والله يرتاح بعض الناس يكتم 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 ويدين يوم أوده إنه يهلها بس ما يقدر لا صدق توافقني ركان انا وافقك الراي في حاله واحده تدري وشو يسو. يقول حبيبتي لو الزمان يطيع يطيع مشغلني الهوجاس واشغلته شغلته اللي ذبحني ليله التوديع عندي حكي واجد ولا قلت ولا قلت اوه ما يقول مرت الساعات والله عندي سوالف ما سمعتيها الله تبون تبى تحس خل السوالف علم بيتين أخيرة طيب يا عيال تغريده بيتين أخيرة تغريده تويتر تويتي 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 أبى أسوي تويتي عندي يقول شاعرش عذب وغرامة في الهواء جدا نزاري وأنت أنفاس الشعور ونظرتينش شاعرية يا أنيقة طال صبري كيف أفسر انتظاري وانتظاري جفريقة والشعر أنبض وحيد يا لبي يوه صح السؤال طويلة هي طبعا يا حروفك مش يقول تدري فيها طوالي قد سويته في هذا في الموقف ذا شيء ها قد سويته في الموقف ذا شيء أي موقف موقف إنك مثلا صدق يا عيال بس ما تخلص موقف عندك أبو سامي موقف أبعلم كيف الحين مثلا أنت أزعلت شخص من الناس ولا واحد فايف ستار عندك عرفت؟ أزعلته صار بينك وبينه. سويت خاصة في قلبك. إيه أزعلته طال عمرك وصار بينك وبينه موقف وراح. أخذها الله يعني أخذ الله ودعته وهو زعلان منك. لا حول ولا قوة. والله العظيم جربته أو حسيته به. لا. في داخلي صرخة تيم وفي فضاء صدري كلام. أذكر إني صار لي زي كذا واحد كنت متهاوش أنا وياه توفى. يشين. الله يرحمه يوم اذا توفى الشخص وهو زعلان عليك ودك تنبش قبره وتطلع تقول يا ولد تنبش قبره ودك يا ولد شعور ان ودك تقطع تخبج نفسك حتى لو انه مثلا ما فهمك بس انه زعلان منك زعلان منك وصاد توفى مجيد ليش تلعب في مشاعري لا جدا لا تلعب فيها لا تلعب فيها العب برا العب برا لو سمحت اللعب هنا لا العب برا العب برا ها
اسمع ترى دمعه الرجال هي بسيطه من دمعه الرجال تعرف خوافيه اي والله من نظره الرجال نظرات الرجل لا لحقها من الزمانه مو ما يدري بسدك وتخيره بني عم نعم وسيع البنايد في الشدايد قوي عزوم زوم. أحياناً تضع لك أحياناً تجد رضا الله عليك في هذه الدنيا على هيئة صديق نعم يجيك صديق يمسك بيدك ويوديك لدرب ما كنت تشوفه جعلها الله سبب أنك تشوف دروب وتشوف يفتح مخك يأخذك من الظلمات إلى النور لا في زوايا ما تنظر يا رجل ترى بمشي والله لا أقعد خلاص في زوايا ترى في حاجات الرجال تبين لا جاء الأمر عاجل عاد ما هم اللي بس ثوب وبس غتر اي هم بل ياخذون عيشه ويخلون خويهم ياكلون قدامه خويهم بناته تماسك احمد توم ما جاء الا جاء جاء والله جاء من هو احمد التوم والله جاء ساعة ساعة والله جوعان والله مبين عليك رجال انا تدري ايش اللي خلاني اجوع يوم اشوفكم تاكلون بعد خليني والله بروح اشوف وجهي والله نتيجة ابى اشوف دقيقه طيب اسمع يا ود هذا خله شوي 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 بيجي بيجي بيشر بيجي ابو هذا هذا صوت من ده انت راح شوفه اذا ما لقيته خل راكان يروح يشوفه ويجي واحد واحد بيض الله وجهك كلكم شوفوا جا ولا ما جا بس حاول انك ما تطول واجد ها اي خالي ابو العاصم واضح ان الموضوع طول بقول لك كل يقول ناصر بن فهد يقول كل صبح ارسم ظلالك حول ظلي كل ليلة أسوي لطيفك إعادة إعادة أنت مثل الحاجة الممنوعة اللي تجعل الإنسان يشعر بالسعادة إي والله ترى في ناس سبحان الله بمواقف ولا بدون مواقف؟ بدون مواقف ترى في بعض الناس حتى تلقاها من السعادة اللي فيه يسعد الناس اللي حوله يعني إذا جاء في مكان تلقى اللي حوله كلهم مبسوطين يصير غيمة والله أني صادق تلقى اللي حوله كلهم مبتسمين ويضحكوني ونسهم وبأي طريقة كان صح بعضهم لا يجيك تحفر فتحس ان اللي حولك كلهم يقلبون ظلام يا الله هذه النوعيه السلبيه التوم جاء هلو ماي فريند محمد السالم ارحب راكان يو فاني اور نو فاني اسمع انا ما اتكلم الانجليزي تكفى اوكي نو بروبلم ابعدني عن اوكي برب تيك يور تايم بليز باك تعال اللي يقول ويلكم باك حبيبي وشو يا الغرام اللي خذيت النومه من عيوني ها يا الغرام اللي خذيت النومه من عيوني جعلت قفيبك غربي للزمن والشده طيب ما تاخذ اللذيذ الراحه من جفوني يا الغرام اللي خذيت النومه من عيوني جعلت قفيبك غربي للزمن والشده مثل ما تاخذ اللذيذ الراحة من جفوني جعل لا ما هو كذا الدرح وغرب بجيبه أوكي أبو سعد وشو يا أخي أنا عندي موضوع بس كيف أفتحه ما أدري صدق اللي هو موضوع إن شلون إن تدخل في نوايا الآخرين خصوصا إذا كان الشخص تكلم قبل شوي رحنا ليه تكلمت معهم بس ما سمحت فرصة إن نفتح الموضوع أخذ فراج أبو لافي خصوصا إذا كان الشخص بعض الأحيان أساساً حتى يجهل نيته ويشكك فيها بعض الأحيان صح ولا لا أحسن. يوصل مرحلة أنه ما يدري عن نيته يدخل الوسواس صح ولا لا أحسن. فما بالك أنك تدخل مثلاً في نيتي تدخل في نية عبد المجيد تدخل في نية أبو سعد واحد فهمت كيف الطرف الآخر ف سوف أصل سوف أصل في نص أنا يلا الحين خلي أفتح الموضوع أنا ما بعد فتحتها لا عشان أتذكرها بس يلا تفضل ذكرتها هي يا الغرام اللي خذيت النومها من عيوني ها جعل ياخذ كلعنه وتذوق جعل ياخذ كلعنه وتذوق حر الصده لحول مثل ما تاخذ لذيذ الراحه من جفوني جعل قفيبك غربي لزمن جعل تقفيبك غربي لزمن والشده طامرين توقع عشان سالفتك انت ايه قولكم يطلعوا يقول والله نطلع والله ما عاد نقعد من الطلعه هذيك ايه اللي بعد المغادره انا عندكم وقت مبادره ناقص اثنين لا مبادره انا قلت نخشي لا مبادره ولا صلاه انا قلت نخشي مكان ومسوي نستهبل ولا جت صلاه طلعت صلاه ما صلى صلاه على خصم الرجال ما تركوا الصلاه لو هم موجودين في المنتجع مستحيل انهم موجودين في المنتجع والكاميرات حقت البوابه شافوها ما طلع احد اول شيء عشان قلت انا اكرهكم
اسالك بالله ما في شيء ثاني؟ سالتك بالله؟ لا والله. سالتك بالله؟ والله ما في شيء. طيب انت متفق معهم في شيء معين؟ لا امانه. لا لا والله. يا رجال مستحيل يسوي مقلب الحين في نهايه البرنامج ويخصم على نفسه 1000 ويروح يلغي مبادره ويخصم عليه 1000. يا رجال ما ينفع. ومستحيل ان محمد وفادي يزعلون على كلمه زي كذا. اكرهكم والله العظيم اني مسوي لك الكلام ذا كله بدون تنسيق بدون مقرب بدون شيء. لا لا يمكن جاء في خاطرهم ان الكلمه يمكن جت تكفى الكلمه يزعز عبيك بس في الهواء. لو انت تحت الهواء عادي بيتقبلون ضحك كذا بس يمكن على الهواء. صل على النبي ابو نايف فهد. احنا كل اكيد الهواء كان عندنا كل احنا مجتمعين في مكان واحد صح ولا لا؟ هو الهواء وقت بعد الصراحه انا الكلام ذا. شوف فهد يمكن اقول لك يحتس بس الزعزعي مستحيل يزعل من كلمه كرههم. لا ابو عنزي صدق الا في كلام ثاني يا نايف هذه يمكن المن ثاني شيء صاير. لا لا والله والله ما في شيء بس يعني كانهم خذاها جديه بعد المغرب. اقسم بالله العظيم يوم اسولف معهم دورتهم حتى اردهم اطقطق معهم يا رجال فجاه اختفوا. هم خذاها جديه وقل لا استهبلوا. انا شكيت طلعت برا مسويين فيها قلت لا استهبلوا مستحيل. انا شكيت في رده فعل الزعزعي يمكن جالس انا اقرا قران جاءوا نادى فهد جود وخذوا ورجعهم ولدي يمكن كذا مره وعين في الرجال. طب كلمتوا الاعداد؟ كلمنا الاعداد يقول ما حد كلمنا ولو درينا اصلا ان الشيء ذا وانه ما هم في المنتج ما تكلمنا فيها من البدايه. حتى كاميرات الرعب شباب ما حد طلع معنا لكن انك كبنا ونكبنا تدري المصيبه وش الحين اذا كانوا برا. لا قوه الا بالله. ارحب يا الطرحه مع البدايه طلعوا طيب ابراهيم على طول مع الباب الكبير. ها تدري لو انهم برا ابراهيم مع الباب الكبير. شوف انا مستحيل انه مقلب يا رجل. لو انه مقلب ما نبغى يبعد عن الصلاه 1000 خطوه بالعقل. والله بس بنسق مع الاعداد المقلب ويخصم 1000 نقطه. ايش ذا المقلب؟ مستحيل رجل مقلب فيها 1000 خطوه يمكن ادخلك ديل مشوي ما تدري. لا شوف لو الكاش الثاني دورته ما بقينا يا رجال ما في حتى السرير تحت حتى المسبح دخلنا مو فيه. اما الجهه دي دورت انا فيها فصلت فصلت ما في احد. لنفترض انهم برا المنتجع يا اخي لا معهم جوالات كيف طلعوا الحين النكبه كيف طلعوا والسور 69 الف متر في سلم ترى في يعني سلم يعني خروجك على الباب على 2000 نقطه. لا لا في سلم خروجك مع السور برايم في سلم بس كيف ينزلون؟ كيف ينزلوا؟ ولد والله ما ادري يا ريجي في بث؟ ما ادري صادق في بث؟ في شيء توه يا رجل خلص هنا ولا المجلس؟ ما ادري لا في المجلس شو الحل؟ هو في المجلس والله اني احسبه يمزح فهد يوم يطلع. لا لا في المجلس المجلس. طيب شوف نايف في حل واحد. وش هو؟ مكانهم طالعين مر الإدارة مر الإدارة طول العمر واطلبهم في انهم يخففون اقصى شيء. هم السماح لهم سامحين لهم بس اقل شيء الحين. ها خلنا نلقاهم الحين. طب وكانهم برا بيزحلقون من رجل ابراهيم مباشره. والله اني زحلقون من ابراهيم بيغيبون عن الدين حتى ما لقيت. انا اقول ليتهم ما يرجعون لبعد ابراهيم عشان ما يطلعون ابراهيم الليله. استبعاد بعد استبعدون. والله نستبعدون الاثنين خلاص السبت الجاي ابو معتز يكلمون العيال خليني اشوف. شوف مشكله ترى الحين النفسيات تضرب اخر شيء. النفسيات ابو فراش تضرب اخر شيء احيانا. اي صادق صادق صادق. وانت الله. احمد علومك كلها غانمه. الله يطول عمرك يا ابو نايف ما عليك زود والله. اذكر من ناديني فهد وزعيزي قلت تعال اصلح بيننا بعدين طلعوا. لا يصلح العطار ما افسده الدهر. اتوقع فسدها ذا شو اسمه نايف مع الهواء مشكله شيء. بس مو معقول يا اخي اني لمن المنتظري والله لا اقدر افتي ولا اقدر اقول شيء. إنه غدا لناظره كل أبوهم كل منهم عنده عقل ويعرف خلاصه يعرف أموره وكل منهم الكلمة منهم محسوبة والفعل منهم محسوب ولاني بوكل آدم على ذريته. إن بغى النصيحة فيبشر بالنصيحة أما غيرها والله الرجل رايها في روسها خلاصة في راسه كل خلاصة في راسه. يو أنا عندي ودي اغني
اسمح لي. تفضل. لا لا قهوه قهوه سوداء ودي اغني. اصب لك؟ لا لا بس. ياش حيل وش حي يا الحوش حيلي والحوش ودي ملحوف حلي. يا اخي غنيتها اشتحن والله اني اشتحن يا احمد. شوف ما اعرف كلماتها ولا اعرف ولا شيء عرفت كيف؟ بس اشتحن. حتى الشياطين تشتحن. ها؟ عدها بالله عدها. عيدها؟ وش حول حيفي وش حول حوش حوي والحيل يفي الحوش حال حالي تشتحن ها؟ اه اي والله نشتحن احمد. عيدها اخر مره. عدها. وش حول حيفي الحوش حال حوي والحال في الحال اش حال حي. هي احمد ذكرتني بايام مضت قبل يمكن حوالي 45 سنه كنت طالع من العراق على ذلول. هي ذيك الذلول احبها احبها والله يا احمد لكن احب من طرف واحد. هي ما تحبك ها؟ هي ما تحبك. في قرارة نفسي كنت مؤمن انها ما تحبني ولكن مصبرها علي الاخوه اللي بيني وبينها. انت اخوها؟ الاخوه الاخوه اللي بيني وبينها. ترى الحيوان الاليف تصير بينه وبين الانسان اخوه. لا يصير بينهم توالف وكذا. توالف توالف انا اسميه اخوه. يلا تفضل. المهم كيف يلا يلا. المهم كنت طالع من هنيه من الرياض من ترك الاول. ايه ناخذ لي قهوه قبل 45 سنه. اي قبل 45 سنه كنت باخذ القهوه. اه المهم يوم خذيت القهوة طال عمرك اسلم قلت لها العراق. قل وش عندك في العراق؟ شو عندك؟ وش اللي ما عندي؟ رايح اشتري ورق شاهي يمدحون ورق شاهي في العراق. انا اشهد. ورايح نشتري خضرة للبيت. كلمت الوالدة ما اخذت تمل؟ ها؟ تمل سم؟ تمل ما مليت والله. لا ها؟ تمل اللي زي الرز ما اعرف. المهم كلمت الوالدة قالت نبي طماط وبرتقال وليمون على كيلو 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 من العراق. ايه قلت لها طال عمرك. وصلت يمكن بعد 3 شهور 4 شهور 5 شهور. لا واجد. ها وصلت حوالي 4 3 شهور وترى متى واحده ما وقفت. يا ما تريح ذلولك؟ ما تريح ابدا. يوم وصلت العراق والقى ذيك الزباله ورمي كوب القهوه حقي لاني ابيت اني ارميه. 3 شهور معي في يدي أبيت أني أرميه حفاظا على البيئة. يوم وصلت عند العراق طيب عمره قال ذاك الدرام زبالة وارميه. وجي عند رفيق لي قال له حيدر تكنوا وياه والسوالف وكله شنب ما فيه ملامح شنب فقط. حيدر هذا وجهه عبارة عن شنب درجة الشبه يلف يحطه ورا أذنه كذا. هذه تسريحة. ها تسريحة. اي شنب بس على هي التسريحة. المهم وأنا أخذ عمر ذاك محل خضار طول عمر قال لي جايبه من المزرعه من البصره توني قاطفها قطف بيدي يقوله. يا سلام. خذيت لي برتقال خذيت لي ليمون. وش قالت امي بعد؟ برتقال ليمون قلت تفاح طماط طماط برتقال ليمون وطماط تمام. اسلم والله. واخذها طول عمر قلت اعطوني حبق ونعناع مره واحده. اي مره واحده عشان اخذ لي كاس نعناع حبق مكس. والله مر ذاك الرجال اللي عنده الشاهي وعنده واخذ اي والله اخذ من ذيك الارزاق طال عمرك. قلت فوح لي مويه وحط لي سكر خفيف ولبتن ورق خليته ورق ما خليته شو يسمونه مو مسكر شكر شكر. المهم ويصب لي طول عمر سلام الرحمه يصب لي طول عمر ويجيك ذاك الشاهي المكس حبق نعناع ريحته يا رجل لدرجه طول عمر اني شميت الريحه هنا وصلتها لكن انا المواقف والذكريات وانت احفظها في ذاكرتك صح؟ ايه. انا كان عندي موقف هنا تدري؟ ورا الاذن. ورا الاذن بالضبط هنا. هنا. شميت والله موقف انها واصلت للموقف الريحه. هذا يسهل لي اكتب السؤال حق الحلقه اليوم لك. المهم واخذ طول العمر الكوب وتلها بس ما تليت الحين طالع وين؟ طالع بطلع الخرج. ايه. انا كنت طالع من الخرج ترى في البدايه بس مرت ترك الاول عشان القهوه خذيتها وطلعت وراي العراق.
وتلها طل سيده للخرج. اسلم. وصلت يمكن بعد 7 شهور 8 شهور. الله. إيه. تاخرت سنه. تاخرت. الطماط شلونه ولا في محله كله مقفل عليها كلها ما خربت. اي بس بعد 2.5 شهر تقريبا في صاله سينما قلت خليني بوقف وريح قبل 45 سنه. إيه. وتكي طول العمر الا باقي من كوبي يمكن كذا الشاهي بعد 2.5 شهر. يوم جيت صاله السينما قالوا ايش تبي فشار تبي كذا قلت لا معي كوبي معي شاهي حق ايش حق البصره قبل 2.5 شهر اللي قبل تمشي مره قبل 2.5 شهر. إيه. باقي فيه كذا. المهم شربته يوم خلص الفيلم مدته تقريبا حوالي 3 ساعات. خلص الفيلم الا باقي اخر جغمه وارميه لقيت عندهم درام زباله حق السينما وحط وارمي الكوب عندهم طول العمر واركب ذلولي وتلها تليته. ما وصلت الخارج الا يمكن بعد حول 4.5 شهور تم لي 7 شهور في الطريق. وصلت نزلت البرتقال عند امي والتفاح والليمون. بس كان في قبل 45 سنه سيارات ترى. ها في 45 سنه ما ادري والله ما حد علمني انا ما رحت بدون. كيف فاقول لك ابو سعد نزلت البرتقال والليمون لا بس المشكله ما هي هنا. المشكله ان يوم فتحت امي البرتقال والليمون والتفاح لقيتها خربان. افا اكيد ابي خرب. قلت لك سكرت عليه جدا ماسكن فيه خط حراره 7 شهور. في البدايه انا استغربت ثم عرفت انه يعني عادي خرب. المفروض انه المفروض هذا المفروض انه يخرب. المفروض انك اكلته بالخط. ها المفروض اني انا بكبري اخرب اصلا بعد الرحله هذه كلها. المفروض انك عقوبتك تاكله. المفروض فهذه ترى الانسان كذا حلو ترحال ما يا الله. وش اللي طره؟ ها؟ ما في شيء طرها القهوه. لازم سوالف لازم واحد يقول سالفه يعني طرها شيء عادي قول سالفه بدنا يعني جايكم في نصها قلت وش اللي طرها؟ ما في عندك سالفه عطنا. والله ما عندنا اي شيء. السالفه نشره جويه اي شيء. حجت سالفه واحد من اخواني قبل 4 سنين بالحج. ها يقول نازل من الجمرات. تبي قهوه يا محمد؟ وش من قهوه؟ سودة تبي؟ لا تكفى. باردة؟ باردة؟ والله ماني ب انا امس شربتها جاني النوم يا عادل عكس الربع. يلا اسلم اسلم. يقول قاطعتك لا يا رجال عشان القهوه يبي قهوه ولا شيء عشان اسمع السالفه زين. اي والله هذه حبيبي انك تعرف وش في خاطر روحي. المهم يقول نازل من الجمرات تو رامي الجمرات الجمره وطالع مع الباب يقول ذاك الرجال اللي الرجال لا الحرمه اللي جالسه ولابسه عبات وتطلب يعني محتاجه في الجمرات. إيه في الجمره. اي عند في الجمرات. اي عند المخرج الجمرات. جمرات في منى صح ولا في عرب؟ اي في منى في منى. يقول يوم طلعت يقول شوف هو كان يمشي ولد خالي يقول حط الكيس يقول وقاعد يعني شد نظري الموضوع كذا وناظر يقول شوي تحرك طرحتها شوي كذا اللي تطيح الطرحه يقوم طاحت الطرحه ولا شنب الرجال كذا ابن ابوي وش عنده لابس متسلل يعني ها يقول هو يسوي كذا في العبايه يسكر يقول انا وكم واحد شفناه طيب يقول يروحون ويشيلون العبايه منه. طيب ايش عنده؟ طلع واحد من جنسيه متسلل. اي مو متسلل جالس يجمع فلوس بطريقه الحمد لله حمك الله حمك الله. انا طالع الحج عادل سبق وين حجيت؟ انا قبل شيء اسالها اقول جمرات هذا اللي خلاني اسال انا ترى. اي والله والله ما قد حجيت. الله يكتب لي انو ذي السنه ان شاء الله وربي النيه ان شاء الله النيه موجوده. بس انا عندي مشكله يا جماعه انا ابليس يلعب فيني لعب. جمعت القرشات بعتمر بحج لا جاي قبل الحج قال لي ولد احجز لك سفره كذا تلقاني طوالي احجز فندق سكن احجز تذكره. اتفق معك انا هذه اقلاع هذه هبوط اتفق معك لكن بعد ما تخلص الركن الخامس من اركان الاسلام سوي اللي تبغاه. والله انك صادق. اعوذ بالله السنه ذي. لان اصلا احنا اي شهر الحين سعودي؟ سعودي اي شهر؟ شهر سعودي. اي شهر؟ هجري. هجري كم؟ هجري في شهر 3. شو باقي الحج. اقول لك الله يحيينا حياتهم طيبه. يوم دخلنا هنا قلنا يوم باقي على شهر 3 عشان نطلع. هذه الايام اصلا احنا في صراع مع ابليس. صدقت. انا وياه كل يوم خامس. لما نزل من الجنه هو يقول لله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ها
هو قد ما يقدر يحاول يدخل عالم النار معه. معه. سؤال، كم في شيطان؟ وش الفرق بين الشيطان وابليس؟ ابليس الرئيس. هل كل شيطان كل شيطان ابلي كل ابليس شيطان؟ لا تفضل. ابليس هو من الجن ففسق عن امر ربه. فكان من الجن. صح. ان ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. الجن والانس فريقين. الجن منهم ابليس. ومنهم الصالح المسلم ومنهم غير ذلك. احسنت. عرفت؟ الشياطين ينقسمون الى قسمين، شياطين جن وشياطين انس. حلو. في شيطان انس. الشيطان وش تعرف الشيطان؟ هو اللي يضل الناس. في الحين ناس يضلون الناس عن ذكر الله وعن امور طيبه، ولا ياخذهم الامور سيئه. عرفت؟ فهذا شيطان انسي. الشيطان الجني نفس الفعل، اللي يوسوس اللي عرفت. يعني في اكثر من شيطان في الجن. ايه. وش الفرق بينهم وبين ابليس؟ ابليس هو اول الجن. هو رئيسهم. اول الجن هو ابو الشياطين. الحين اللي يجينا من هو؟ ليش اللي جينا؟ ايه ما هو ابليس. ها. معاونيه شياطين. معاونين. اتوهم غلط. هذا ما غلط، قصدي شريف. يا كل ما بيجي وابليس ما حولي. ترى ما له دخل بعدين. ما له دخل في العمد ومعاوني. ما استغفر الله يا اخي. يا اخي سالفه اللي صارت اصلا في نزول ادم وابليس. اول شيء ان الله سبحانه وتعالى خلق ابليس من طين، ثم خلق، يقال انه خلق حواء من ضلع ادم، لذلك خلقت المرأة من ضلع اعوج. ومع ذلك حياتنا لا تستقيم الا بها. لا وش اسمه، وخلق ابليس من نار. ها؟ من مارج من نار. خلق ادم من طين، وخلق حواء من ضلع ادم، وخلق ابليس من نار. من نار. عرفت؟ لا أقول يعني صحيح ذي لو نستشعره والله العظيم. فصارت قصة في السماء قبل نزول الأرض. أمر الله سبحانه وتعالى طلب من الملائكة، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة يقولون. والله سبحانه وتعالى كان قد أخبر آدم الأسماء. عرفت؟ وقال في القرآن وش الآية؟ وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. وش مقصود بالأسماء؟ ما أدري، فسرها أكثر من تفسير العلماء. أسماء بعض الأشياء، بعض الأمور، بعض الأشياء. أحسنت. عرفت؟ المهم أنه الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والله سبحانه وتعالى ما كان قد علمهم الأسماء هذه، وكان قد علم آدم الأسماء. فقال لآدم أنبئهم بأسماء هؤلاء، فتكلم آدم وأنبأهم بالأسماء. فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس أبى واستكبر. ليش أبى واستكبر؟ كان يقول أنا ما أسجد لبشر خلقته من صلصال من طين، وأنا مخلوق من نار. فهذه معصية الكبر اللي عصي أول من أصاب الكبر هو إبليس. فكان في الجنة آدم وحواء، وكانوا يأكلون من ثمراتها ويشربون من مشروباتها وألد مشروباتها وفواكهها ويتنعمون بالنعيم. وكان في شجرة موجودة في الجنة، الله سبحانه وتعالى قال لآدم وحواء كل الجنة لكم، كل شيء في الجنة إلا الشجرة هذه لا تقربون منها، والباقي كله لكم. المهم ان ابليس اغرى ادم وحواء، كلوا من الثمره هذه، كلوا من الثمره هذه، كلوا من الشجره كلهم. فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه، بانت المساوئ لهم. ويقال انه كانوا بدون ملابس، والله سبحانه وتعالى
أعطاهم لباساً وريشاً يواري سوآتهما، يعني يغطي سوآتهما آدم وحواء. لذلك أول من فرض اللبس على الإنسان هو الله سبحانه وتعالى عندما أعطى آدم وحواء اللبس اللي هو ستر العورة. فلما أغراهم إبليس وأكلوا من الشجرة، الله سبحانه وتعالى أنزل آدم وحواء للأرض. وين قالوا طيب الأرض مكانها؟ اختلفوا فيها صح؟ إيه ما قالوا الظاهر فلسطين أتوقع من دون أماكن. إيه بس ما في مكان ثابت، عرفت؟ قالوا فلسطين وقالوا من جهة فلسطين ومصر و... أول بشر صح؟ أول اثنين نزلوا للأرض. الله تخيل الكرة الأرضية العظيمة هذه. هذا الحين دقرين علينا في كل شيء، كل شيء نسويه على العز والطاعة. أنت فرقنا في جوجة الله وساعي. ألو الله من يحطنا على كل سماعة، جاه فرق ما بعد هذا الجماعة. هلا بلغنا نم لا يعلى، كان في صدر دوا غير صناع. ألعب المنكوس وأحب رباعة، ممن في الوقت والوقت خداع. حتى انا والله انا ما شاركت. لا 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 يا لا لا يا لا 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 عندي يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا جماعه لدم جاء عندي صاله تليفون بقول من بعد الوقت. اقعد قعدك ابعد ألعب المنكوس وأحب رباعة، ممن في الوقت والوقت خداع. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا لا لا. وانت جمعنا على العز والطاعة، وانت فرقنا جاء الله وساع. وانت جمعنا على العز والطاعة، وانت فرقنا في جوجة الله وساعي. والصداقة عندنا ذخر واطماع. مه 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 الزعيزي والله انه صوت الزعيزي. انت مين؟ الطير يقول انت مين؟ انت مين؟ والله اني عرفت انه مقلب. اجل تكرهنا يا وجه الناقة. يكرهنا تكرهنا يا وجه الناقة. وينك يا ابو حسن؟ مالك شغل ابو حسن والله العظيم ما تلقاهم هنا. والله اني لربخ، خلني بس اواجهك. حضران كل الدعوة ابو حسن، ترى ما طلعت لي، ترى يبا اشوت هنا انا في المراجح. المراجح مرة ثانية ما عاد يقول انا اكرهكم. مسوي يلا يا وجه الناقة دورني. انت مين؟ تراني بالخير. ما بني خل بعد اكرهنا على الهوا. ها انا اوريك. ما بني لا يصير فوق النخل. عيال مت الشباب، في احد؟ انا في الدور الثاني. يابا فوق النخل المبنى فوق عندي الاعداد. خلنا ندخلون يخصم عليهم هذا. ايه انا في الاعداد. والله لو كان فوق ما نجيك. والله يبي يعطينا خصم. ادخلوا في الاعداد. ايه يبي يعطينا خصم على الماشي. يا شباب ترى احنا في الاعداد. ما تمشي علينا يا هو. ما 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 انت مين؟ ما 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 حسن شو عيال؟ تعال وين اربوه؟ اصبر اصبر انا معك. اجل تعال ترى لا بيطيح. وين هذا بيطيح؟ صل على النبي. قول لا لا انا ها ترى بيطيح والله. طيب انزل الحين لنا ساعة ونص هنا. ما حد جانا. تعرف المزح هذا؟ تعرف لا 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 انت ابو انت ابو انت ابو تحسب لنا الشيطان ترجمه. اصبر اشوفك بعدين. نادنا يا فراج، نادنا على الصلاه. ليش؟ ليش ما ناديتنا على الصلاه؟ الله صلي وسلم عليه. قولوا لا اله الا الله. صلينا ورا صلينا ورا المراحي. بيطيح الله اكبر. بيطيح من هذا. تكفى يا ابن ابي. ولد اسمع انت تكره هنا صح؟ تكره هنا؟ اي ليش؟ اخر اسمه تكره؟ خش دور. شوف غيبك على الصلاه. ليش دورنا؟ ليش؟ انت شوف غيبك على الصلاه. وشوف غيبك على الصلاه. وشوف غيبك. لا اله الا الله. والله احنا صلينا هنا. ولد والله الله اكبر. يا غلطي 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 قدام الله. شوف في وجهك. ما انطح في وجهك.
لهالدرجة تحبوها؟ لا تفهمنا تحبنا؟ تكفى يا رجال فوجيهكم يا رجال ابن مرهة فوجيهكم يا ولد في وجه الله عيونكم كسر الديك أربعة عيونكم تتكلم انكم تحبونا واحد انزل نبيكم يا أخي ابو في وجهك يا عمدة اصلا صلوا على النبي شوف فضيحة فهد صلوا على النبي اشهد يا تاريخ فضيحة فهد انت ما قلت تكرهنا خلاص سببت لي في محاسيسي كذا شيء اكتئاب ايه طب تعال انزل وش الفرق بين احساس الشعور الحب ما في ما في شوف شوف رحت صل على النبي انزل انتوا يعني خايفين علينا ولا على نقاط لا لا خايفين ليش تلعبون علينا على النقاط ليش تلعبون علينا اخلص يا اخوي من اللي قال اني خايف عليك انا حاقد عليك وإلى الآن بعد يا أخي تحملني ذنب أهلك نط 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 الله أكبر هنا 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 على الجبل على الجبل أبو حسن على الجبل على الجبل على الجبل لا دقيقة 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 عندي حل روح عمدة روح أنا أقول في وجهي والله إني قايلهم ما يقدرون وزة 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 خلاص أنت في وجه عمدة فجر انزلوا فجر انزلوا خلاص جلدة واحدة انزلوا عالمكم اللي صار أنا بس والله أنا في وجهكم والله والله أنك في وجهنا فوق تحت والله العظيم إن ما والله أنك في وجهي لدت وياي أضمرهم أنا في وجهي لا فوق بس قلنا فوق ما في وجهك وجهه فوق وجهه فوق أنت بوجه زعزعي إيه فوق بس دجلة في الأرض امتنع انزل صيامي عبد المجيد حنا في وجهك تكفى تكفى عبد المجيد تكفى تكفى لا 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 تكفى يا تعبي لا تحلف يا وليد خلاص خلاص انزل انت الحين اطيح صد الترابيه لا فهد 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 ابن مرهم بالضعف روح والله ما اجي والله احنا بننزل احنا بننزل احنا بننزل احنا بننزل على السعف على السعف لا 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 تعال على السعف اسوي لك شيء والله ما اجي عسل مجيد انا في وجهك ليش ساكت انت انت وصل بقى العلم عند من صلوا على صلوا على لا اله الا الله يا رجل اصبر لا اله الا الله يا رجل صلوا على النبي نايف يا نايف نايف خذ بعلمك الرجال هذا سبب لنا ضربه تكة في الصدر محاسيسيه حلو محاسيسيه حلو يا مسكت لا قال يا ولد شكلهم صدق ما يحبون اي مره اسمع زبنت انا وياه قد احنا مارين واشوف واحد من الاعداد امسك اقول تكفى احنا بنروح نصلي هنا نصلي ورا الخيمه ولا ينقسم علينا ورا اللعبه قلت عشان ادبه اعلمه الحين انه يحبنا لكن بانت غلطكم لكن بانت غلطكم خلاص بانت والله بانت غلطكم ما شاء الله تحبونا بيض الله وجهكم لا يطيح العذر الله اكبر لا 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 اشهد لا 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 محمد لا 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 يلا يلا انزل انزل طيب خلاص انزل والله ترهيب يا زعيم الموت الحمر والله والله هناك والله والله انزل محمد كيف انزل محمد 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 فهد فهد تعال تعال من من ابو مرهب بطا لا 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 فهد 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 وين فهد على هونكم على هونكم يا عيال على هونكم تعال زين تعال 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 حط رجلي بجيب بنزل 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 جلدي 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 واحد يروح الفهد واحد يروح الفهد تعال يا اخوي انزل يا نجاشي فريقين انزل يا اخوي انزل انزل ما بلازم انزل خلي انزل اصبر اصبر قول لا اله الا الله وين من يروح خلاص نزل يا احمد تعال امسك امسك لا امسك امسك يا رخام الحوش انزل 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 وين راح محمد محمد راح فيها
يلا اضربوني يا شباب اضربوني الصلاه لا تغيب عنه الصلاه لا تغيب عنه الصلاه لا تغيب عنه اضرب محمد الصلاه لا تغيب عنه لا تغيب عنه الصلاه اضربني انا لا تضرب فهد لا تضرب فهد لا تضربه اضربني انا اضربني لا تضرب محمد اجرد اجرد الصلاه لا تغيب عنه الصلاه لا تغيب عنه الصلاه لا تغيب نايس والله يا جلال كيف قشعت يدي شوف كيف قشعت يدي الله اكبر رد نفسك هذه اللي تقولي اشهد بالله والله يا جلالتهم جلد اقسم بالله اني شاد يدي اسمع اسمع نايس والله تجلد من قلبي احسن كيف رقوا هناك يا نايف؟ طيب كيف رقوا هناك؟ ما في درج. أوه شباب. كرهوا بعضهم فحبوا بعضهم أبشر. وش السالفة؟ والله يعني هنا يا وليد. أنت صادق. شوف هنا وينها؟ شوف هنا. كيف أنزل هذه الحين؟ بغيت طش راس. هات هات العصا. انفض انفض. والله انجلدتهم جلد من قلب. يا ولد أعوذ بالله. أبو حسن. ها. ايوه انا والله بغيت اطلع عليهم فوق بغيت اطلع عليهم فوق واخذهم بالعصا بس دلت انه يطيحون ايش تبي ايش تبي هذياني نشبت صدق والله اي والله وين نشبت فوق في هذا طيب العصا انا عارف ثاني العصا كبيره وين راح ابلش ذا الحين ابلش لا ما ابلش وين راحت العصا الكبيره ماني معه ما احنا تكسرت يا رجال عفوه تكسرت الظهور تكسرت عفوه ارمي 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 حجر لا لا عانى عانى الحل عانى يا خليك ذكي خليك ذكي سوي زي كيف اي صح يا غباك يا محمد السالم والله غبي محمد السالم احذفها تعال تعال يا ذكي شوف يا شوف يا غبي شوف كيف لا تقول غبي طيب اسعفها الثاني عانى تحت يا محمد عانى ذيك وين عانى ذيك اللي تحت الثاني ايوه اللي عندك يا بهاد لا 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 خل 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 ايوه شوف يا ذكي تعال يا وليد تعال يا ذكي تعال يا تعال يا غبي تعال بذكاء جر جريد وتطيح اسحب الجريده اللي تحتها وتطيح الدماء من اجلك يا وليد كفو انا الدماء. باقي انا باقي ما بردت سبدي من والله ما خليهم هيا هيا وين فهد مطيري والله ما خليهم الزعزع خذ قسمه باقي مطيري بس فهد باقي وليد دق على الاسعاف دق على الاسعاف يا وليد ليش دم دق على الاسعاف ما احتاج اسعاف يا رجال خذ لك وسلم على الذياب ذاك هيا الله حيك كيف الحال ابن العم وشلونك والله نستنس يوم جيت قال قال انا ماني بالذيابي قلت وش قلت له قال الذياب والله ونعم ايه قلت ونعم والله ملقب بالبري ها ملقب بالبري ما شاء الله والله يوم جيت السياره اول يا ترى ما شاء الله الربع الخالي هذا مو ترى اللي شوي وشو؟ اقول مو ترى اللي دخلوه مو ترى والله ما في استعر هو بعدين في هجهزه وفي فيه حتى شفت الحوض ايه فيه حاجات مدري حساسات ودنيا ايه الحوض الاسود وش داخله؟ اغراض ويرات عزبه أما ما شاء الله شفت الموتر ذاك اللي طال عمرك لبى أنفود 200 لا تشيل همه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله على طاري أنفود يا رجيل شفت المقاطع؟ وعلى طاري الإنقاذ ممكن قد سمعتوا بسالفة اللي يطيحون في الأبيار وما الأبيار أقلط أقلط زل الله يحييك تعال 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 مرحبا ما شاء الله مرحبا أبو حسن الله يحييك مرحبا ما شاء الله طال عمرنا الشرك حلال ما يجيك هذا ضربك ليجه بغيف يوجهك ضربتوني كلكم انا سمعتها عندنا يمكن سالفة سمعتوا بهاي الربع مسلم الابيار هذه ايه اللي في البر طيب اي ها طحت فيها حرمه شنك سلمت وخذي لك يمكن حول الظهر 13 يوم ما ادري اكثر وهي فلمة لا ما ها فلمة طاحت تنزيل ولا عينها ما بينك وبينها الا ايوه وما طلعوها غير بعد مدة طويلة جاد الدنيا والدنيا والعالم والله الا برش التراب طيب ما طلعوها بعد عشر ايش ضربني من قل عشر نايف كانوا يتمشون الظهر العصر توفيت راحت من روح جدي اي توفت جبتها قعد 12 يوم تحت حية اي لا قلت يمكن
طلعت طاحت سيده بعدين البير كان كيف كان البير كيف كان حفرته كذا دائريه عرفت 12 نهار البير تطلع حي لا يمكنها تشرب من الماء وتسبح اي تشرب ولد بير تحت ما في اكسجين طيب يمكن اي صح انت والله انك ترضخ انت تنزل تشغل غطاس تاخذ لك 5 دقائق روحك تطلع 12 يوم برهوم تراك فنجان يعني مشكله دوبي جاي فنجان تسال السؤال ذا اسبوعين في وسط بير ترى يقول انا عضو معهم انت عضو معهم نعم اي عندك 12 يوم ببير بيعيش لا نشت قلت يمكن سبحان الله وقدره قادر طلعوا احد ثم ضاعت ثم جوها برهوم الصراحه يمكن ليش لا الحمد لله بس ان فيليكس ساعد ساعدتك يعني اكلك كان صراحه يعني مثل اللي خلهم يوم الخير والبركه اقول يوم الخير والبركه جميل كانوا يوم المتطوعين الله يكتب اجرهم يا حبيبي والله انك يا اخي بعلمك مره ضعنا في البر فعلا انا واحد من اخوياي اي انا واحد من اخوياي قال له مشعل رحنا في ليله طال عمرك مرتاحين يا شباب اللهم لك الحمد مرتاحين لو انك ما قطعت سالفتنا وعرضت الرقه عنا وراك ولا تعال اشتري هي عمدتنا تعال لب عينك تعني والله مخرب تعني والله مخرب يا لبيه الله يسعدك يطول بعمرك ويحفظك ويخليك يا اخي اطلق عمده يدلع حتى المتسابقين وسلم عليهم بس وش تبغى سم تدلل بغالي يقول لك ها لا تنسبي ها لا تنسبي تعني وخلا والله تعال اشتري تعال تراك تجينا الجلسه ابو احمد اتحداك تفسر كلمه عمده اللي قالها دوب رحنا طال عمرك اول شيء لا الضرمة حقتها ذي خذينا رود ايش بدل شو اسمه خذينا ايه علف ايه ثم دقينا شلف ما ادري رودس هو رودس اسمه اي رودس اي صح اي خلاص نوطي على الضرمة اي خذ ضرمته المهم وحمل الصندوق ودزينا حلو يوم جينا تعرف النصايف اللي بعد المويه فرقنا ودخلنا بعد المويه ذي وبر 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 ما تشوف غير القمر وين رايحين العزبة هنا رايحين العزبة اي وضيعناها لا حول يا ليلة ومنت ليلة ولين ليل ولين ليل تمشون على وصف أحد يا رجال الحلال مسوي إنه فاهم ودليله وطشس ما يدري وين هي ملقية وأنا مصدق أشوفه أحسب إنه صدق يعرف وثيره بس يروح يمين يسار يمين يسار يسار يمين يسار يمين نطبق إنه حصاه ونحولنا يا ولد اليوم والله هاك النور اللي قدامنا الحياة يوم شفته أنا الحياة يا مشعل الحياة كنسلها على الرجال لا 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 تخليه وأنا كنسلها قال لا يكون ذا فسراج إيه أبو فانوس تفاصيلها ما كان في الطويلة هل كانت دزينة لين جينا عنده له شايف إيه سلام عليك السلام كيف حالك ما في حتى كيف حالك إيش تبون نبأ عزبة فلان مراح يعني مكان إيه. نعم ما أروح قال شفت القمر كني قال هاي قطروه ودقها في الأول ومشى يا ما يا ما راح وانت ضاحك أنا ورفيجي هذا وتقطروه يا شيخ يعني أنتم سلكت ما أدري لأنك سلكت للشاي هو ما فهمها عني لأنك هو سوى فيها عارف وسلك للشاي يا رجال ما سوى فيها يعرف هو ضحك ما يدري شو يقول الشاي الشاي وقف قال تعرف تشوفون القمر قال لي قال ها قطروه اقتروا خلك على قطرة يعني خلك مع القمر وجهه مع القمر وهي يدقها في الأول هو يدقها في الأول يروح من واحد جدي والرجال يضحك وانا اضحك معه لين أبعد راح مع لنا بلحقينه يا ولد اقتروه ايش قالوا اقتروه نخلي على يسارنا ونمشي قلت لا لو اقتروه يا ولد لين قلنا تدري كيف سبحان الله من حظنا قلت تدري كيف خلنا ننصل القمر انت تقوله ايه وانا وياه اتفقنا على هالراي اننا القمر يكون فوقنا واحنا متجهين يمه حلو ويلا ونكتشف الوصف شو الشياب كيف يوصفون والقمر قدامنا ليلنا ليل ليلنا ليل, ليل يا ولد شككنا بعد قلنا يا ولد اخاف انه يقطروه ما يبيه خافوا يقطروه خلوه ورا وامشوا حلو يقطروه هذا بنص الخب ايه قال لا لا انا معك ونمشي نمشي 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 الين عرف الدر شاف عاد عزبته القريبين منه ايه ودلع عاد وصلنا والله سبحان الله وصف عجيب اقطروه لا اول مره اسمعها والله اول مره اسمعها القطر انا عرفتها ولا نسيتها خلاص الحين اعرفها القطر يعني انك سيده انصح يعني اي لا انا هي فهمت بس اني اقصد انا فاهم بس اني اقول اول مره تمر علي ان احد يقول اقطروا القمر هذه متعارف عندنا
الشيبان يعني كذا الشيبان ايه؟ واهل الدير يعني اهل الديار الضيعه ترى متاشر يعني ترى ترى الحين احنا انا يوم اني اسال ذوق اول اوضح يوم ضحكنا توزعنا الضحكات بيننا ايه يوم السؤال اللي قال لي روح لليوتيوب ايه اللي عمر قال لك ارجع بوريك في اليوتيوب مجرم عمر ابعلك تدري اذا ضعت يجيك راعي صح انا اقول انا اقول اللي يضيع كيف ما يقعد في سيارته خلاص انا ضعت ماني مرايح فاقعد في موتري انت في كلمتها اقعد في موتري لين الله يفرجها مو اني بمشي واروح لا ثم تحرق السبير ثم تحرق احرق كفاره هي احرق احرق يمكن يجونك الناس نعم يقول افضل وقت انك تحرق في اول الصبح عشان الهواء يصير ساكن مره كنت اكلمني رجال وانا كنت مسافر الحالي وسولف انا وياه وسولف انا وياه وسولف انا وياه وقابلت لي قدامي فيه نقطه وسجيت كانت قريب يا ولد مني عرفت انا احد بجوالي اطفيه طفى شحن ايوه وانا في نص المكالمه يعني كان صاير شيء عرفت حلو وهديت وتعديت هذه طفى شحن وشغلت الجوال رسال ما فيه ايوه خذ شوي يا ولد واخذ شوي الارقام اللي تدق علي والدنيا له وهو قلق عليه لا وصلها ما شاء الله للطو شو اسمه من الطرق اوبا اللي والله ان التليفون يدق سلام عليك السلام بعد ما جتني الشبكه هلا مرحبا قال معك من الطرق ما ادري قال الملازم ما ادري قال النقيب فلان بن فلان قلت بس مسوي مبلا انا مسوي مبلا مو بسيط جايبين الكارت هذه اسلم عسى ما شر قال لا بس فيه هنا شخص دق علينا اعطانا رقمك واعطانا انت بخير وصحه وسلامه قلت له وينك فيه حد حدث اللي موقعي ذا قال قدامك النقطه الفلانيه ما ادري ايش قلت له ومرهم سلمت هذا على العسكر ورفع التليفون على الرد قال لي ولد راني احسب انك صدمت لا حول ولا احسب ان جايك شيء طراها عاد سوالف الانقاذ على ادركم يا الربع خذ راحتك خذ راحتك ما دام هالبيت بيتك اسلم ابو لاخر تعرف سديره سديره؟ سديره وش؟ ديره الديره لا سديره تنفع الودان عنها جنوب ولا هنا؟ جنوب شرق الطائف جنبنا ما سديره؟ سديره مالك الطويل سلم السنين طال عمرك الخيرات وامطار شبه يوم يا ولد الوديان كل يوم سائله والخيرات مع كل محل المهم وادي سديره خذ له فتره ينجل إيه ينجل ينجل ينجل, ينجل طال عمرك من كثر السيوله اللي جاته حتى لو خذ له يوم يومين يبدا يطلع الماء من تحت الارض من تحت الارض ويمشي الوادي هذا معنى ينجل ينجل يعني يمشي بدون مطر فايض يعني نعم فايض اللي هو ينجل نعم. يسلم المهم طال عمرك وادي سديره وادي مهيل يا ولد كبير المهم ونسير صحينا الصبح طال عمرك كنا في الدير معي واحد من العيال هاي يا ولد وين نسجل وين راح وادي سديره وادي قلنا توكلنا على الله الامطار شبه يومي شبه يومي امطار امطار طال عمرك ندق سلفه ام عزيز على سديره حمل العزبه والحطب والدنيا ونروح الحين وصلنا لسديره طال عمرك احنا الحين في الجال الايمن الوادي كبير والوادي ينجل نبى نقطع الوادي نبى الجال الثاني مشينا قطع الوادي إيه؟ الموت قطع الوادي لا فيه دبل ولا فيه ها يا ولدي انا مطفوق اللي معي مطفوق ها يا ولد نقطع ما نقطع نقطع اكبر غلط توكلنا على احنا نروح والوادي يمشي يمشي ينجل الحين النجل احيانا يكون ادهى من السيل لانه يسحب الموتر اللي وصلت فيه وسط الماء خلاص الموتر يطيح اي صح اي الارض كل ما كانت رويانه كل ما يوم وصلنا في وسط الوادي طال عمرك بوم تعال سرعتك احنا ماشيين الموتر مقع اللي خشمه في قزاز اللي خشمه في الطبلون يوم نزلت تخيل تفك الباب الارض قدامك على طول راح نص الموتر في الارض اعوذ بالله وقتها صبح غبشه يا رجال لا حد عندك ولا معنا حبال ولا معنا احنا في بعضنا يا ولد العلم وش والله ما يمديك تحفر ولا يمديك اصلا يوم تنزل رجلك تغوص واحد يا ولد وش العلم يا ولد جينا جينا نحفر كل ما حفرت جاء الماء ودفع كل ما حفرت جاء الماء ودفع يجيك وايد متعدي منه ما يمديك تصيح لتصلق التعدى يجيك واحد متعدي منه بحلال تصيح لتعدى ناخذ طال عمرك لين الساعه حول ثمان شوي الشبكه ضعيفه
وانا ادقق على اثنين من العيال الله يستر عليهم. عبد الرحمن الصواط وعبد الرحمن عيضة وزياد صالح الصواط الله يذكرهم بالخير. ادق عليهم كان عندهم وقتها كان عندهم ترم صيفي في الجامعة. ايه يا ابو عيضة يا ابو العلم قال والله عني طالع من الجامعة عسى خير. انا استحيت من الرجال وين الجامعة بالحوية وانا بس ديره كان بينه وبينه ساعة ساعة وشوي عسى خير. قلت له كيت وكيت قال يا رجال عاني جايك الحين دقدقت العيال اللي مداوم واللي راقبين وانتم الحين ناشبين حنا في محلنا دق على الدفاع المدني دق على هذا يا رجال ما احولك شيء. وكيف النشب ذا والله ما دقت على الدفاع المدني الشبكه والله تمسك وكيف دقيت على اخويك ادفع المدني ادفع المدني ما يجونك اذا انكم شباب ما يجونك لا الا اذا كان معك عائله لا مستحيل الا والله قد حصل معي مواقف عاد ما ادري هو ان كان عنده امكانيات عندهم عند اللي كلمتهم انا ولا هو قرار من عنده. كل ما دقين عليهم قال يا ولد معك عائله لا قال ما نجيكم دقوا على الفرقه التطوعيه ذي حقت ساعد وحقت قل معي ووقتها والله لا نعرف ساعد ولا نعرف عائله على طول اصرف قل معي عائله اموت يا ابوي افطش والله لا قل معي عائله تعال الله يرحم والديك المهم طال عمرك مستحيل يا رجال كيف نقدر العائله ونقدر الناس بشر كلنا يا اخوي على التجربه اللي معي انا مرتين قد حصلت ثلاث مرات معك عائله لا تتواصل مع يعني احنا ما احنا بشر انت الف طال عمرك لا انا ما اتوقع يوم اخذنا حق ابو شوي مجد 9 ونص ضحى 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 10 لا والله اخوي انا معنا الحين قبلها قامت تنشي يا ولد شوي لما قامت ترعد من اول قوايل شموس اي والله والله ان السحاب السوداء جاي يمنا حظك الاقشر يا والله انك تغوص في وسط الطينه ذي انت وما تقدر انت تسمحون شيء لا يمدينا اللي امطرت لكن الموتر يا ولد الموتر في وسط الوادي طينه طينه وفي بطن الوادي ورايح نص الموتر في الارض ويلي خفاص حنا حالتنا والطين لاعب فينا خلاص شفت اللي عذرت تتغطس في الطين تبي تحفر يوم يخف الماء تحفر 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 تاخذ شوي الا والله يمشد لك النجر انتم تنزلون تمشون؟ اي طيب يا المسبوح ورا ما رحت نروح نحن بس ما في مرحان حولنا ولا في شيء ولا في خطوط ولا في شيء السيل خلني اروح اجلس لين الحين بعد ما امطرت الحين تكلمنا اخويانا لكن يوم رفعت عين اسمه الولد موتر اي السحاب الرعود جاك الموت ترك الصلاه جيت وخليته عاد الحين بعد ما امطرت اخذنا انا شوي والله يوم قامت ترشر شوي يوم قامت ترشر شوي الا والله طيب شلو اي انا وصفت لهم مع وادي اسدار طال عمرك تعال مع الجار الايمن ومش لين تلقانا متعلقين يوم جيت 10 ونص 11 شفت اللي ذك طال عمرك عز حراره الشمس ثم جاك طال عمرك السحاب ثم تجمعت كل بورا واخذونا الاشياء اللي والله طيور شلوا اللي هم معنا اللي هم معهم هايلكس قلت يا وجيب هايلكس وش تدوروا هايلكس جاء طاح جنبه ما انا ادري لا على الاقل شيء يحدث قالوا قالوا ابشرهم بيخشون طال عمرك راحوا في قريه قريبه منا قال الحمادي لا انخشه لا انفعه راح طال عمرك لو والله خذوا حق ابو نص ساعه نص ساعه لو والله جو ذاك الشاص في التسعينات والله اني خبر واحد قال له نحماس الله يستر عليه الله يستر عليه بيض يا اخي سبحان الله الطيب يبقى ذكره مع ثاني انقذكم جانا طال عمرك بالشاص المهربه ذاك السلسله وملحقات الكبار عرفتها يجي طال عمرك هاي يا ولد لا تدخل الموتر بيطيح قال يا رجال خلها يوم ماذا ولا طحنا سوا استرى ما هذا إيه؟ سر الصديق اي والله هو يقدر السلسله طويله وبينه وبينه مسافه بيض الله وجهه هو يجرب المره الاولى والله السلسله من حلقاتها الكبار هذيك من قوه مو بناش بالموتر من قوه مو بناش يوم تل الموتر وتنكسر ثنتين دي ثلاث من الحلقات هذه يا ولد قلت عز الله ان الموتر روح ما عاد يظهر راح نص الموتر في الارض اسلم يعني شفته طاح شوي حتى البيبان ما عاد اقدر افكها اسلم قال والله ما اطلع من الوادي اليوم الا ما تركني تستر عليك ويريوس طال عمرك يريوس لين حط الصدام والصدام وخلاها حلقتين دي ثلاث يا سلام والاولى والثانيه والثالثه الا والله انهم معنا ما شاء الله طلعتوا طلعنا مقاطع لين الحين عندي سمعان من حماس اذا طال عمرك ذكر في كل محل كل ما جاء احد من خشي قلت تعرف حماس قلت بتوصل له سلام ما شاء الله الطيب النور والسرور تعالوا ملايين ليتس جو يا شيخ اعتاد الخلا عنا وراك تعال الرجال عنا وراك ثم الرجال عيال الرجال ما بنت ولا اللي معك الله بس جلستنا قايمه جيت ولا ما جيت بكب لياك ابن هذاك القلقصه القلقصه ما يبزاله القلقصه والله اني خابرك راعيها علمك ايوه هديني
هذا واحد جايينك، هذا واحد من الشباب بخلص لك السالفه هذه بروح للعيال يلبيه الجو بروت. اقسم بالله انا رعشت كذا قبل شوي مع الجو ولا تفرج في المقاطع، شفت المقاطع مصور تصوير داخلي في السياره يقول مع الغدران يقول مع ابى اقول لك شيء، هذا واحد من ربعنا شايبه من ربعنا الله يرحمه ويسكنها الجنه رحمه الله عليه. لا ما يحتاج تغسلها بس انثره وعانى الماء عندك اليمين تقول صاد يسمونه مصا ولا ايش يسمونه؟ ايه مصا البريق. مصا البريق يلا يا ابو يلا هلا يا ابا موصى وجيك. ليش يقولون مصا طيب؟ يعني غسله سريعه، مصا يبي غسله سريعه. مصا مصا ابا موصى المواعين يعني ابا غسلها بشكل عاجل. لعدت هايط ها؟ لعدت هايط لعدت هايط تسمع تراني اشوفك تراك واضح ها؟ لا لا تسوي نفسك ما تسمع يا الطيب، لا تسوي نفسك ما تسمع يا الربع. اذا كان فيه بالله تكفون بحكم اني معاون عمده سابق اعطوني صدى عشان يسمع عبد المجيد صح كذا علي ولا علي خصم؟ أه والله فيها انت معاون عمده؟ لا والله بالله دورنا واحد معاون عشان يعطيني صدى. مشكله هنا انا هذا كله معك شخوطه الظاهر انه على المغسله. الو اي يا عبد المجيد، عبد المجيد يا ابو سامي رجع المايك. السالفه حلوه بعد تسوي نفسك ما تسمع زين، وحنا احنا اذا زعلنا على الرياجيل هرجناها في وجيهها، وانت رجال القرقصه ما تتركها، يوم من جتك وجبتك تركتنا. اسمع اسمع خلي يرجع اسمع اسمع قل لا اله الا الله. لا اله الا الله يا ابن هذار القرقصه ما يبعد عبد المجيد بن نفار. لما انت يوم انك تخلي مجالسنا وتروح تنزوي لك في زاويه انت والنجاشي إيه؟ لا اسمع انك عندك اسمع الرد اسمع عبد المجيد شغله البربسه وشغله تطلب لك لحالك يا اخوي هذا ما هو بيصلح. احنا جالسين نوصل بريق من 10 قوم صار منهم هذا فعل راكان بن ملاهي وفعل ابن هذار. يعني اكلت وجبه من ماكدونالدز شفت نفسك علينا رحت هناك يعني ترى احنا ماكلين وجبه مثلك. طيب اللي طلبها قبلي من؟ وخلى رفيجه خلى رفيجه ما طلب له. وردنا بجاهنا على الرياجيل وجاتك وجبه. حلالا والله احنا نموصى البريق تدري وش معنى نموصى بالعربي؟ ايه وش معناه؟ نموصى يعني نموصى غسله غسل بامانه انهناه غسله ايش؟ غسل بامانه انهناه يا ابو هذا يحوفه نحوف يا حبويل ابو هذا موسى اسمع ابو هذال موسى موسى زين ابو هذال ابو اقول كلمه ورد غطاها يلا القلقصه ما تلقاها عند عبد المجيد بن نفار. ها تعال ان كانك ما عندك قلقصه تعال اشرب شاهي والوجبه وانا وياك رفقتنا ما يفرقنا وجبه ماكدونالدز. بيض الله وجهك هذا علومك الطيبه. انا احب اقول ابو نبدا صفحه جديده يا ابو هذال. نبدا صفحه جديده وأبدا صفحة جديدة بس انتبه لا اكتب فيها بقلم أبيض عشان أي شيء ما يقدر يقرونه الناس. يا سلام أنا أقول أبو هذا أنا برهوم الصراحة أنا زعلان منه يوم يسوي خبيزات اليوم ولا يعزمه. أفا وراي برهوم الصراحة مخاون مخاون عمر وركان وأنت بس حوا تجي إيه كذا يعني وأنت بس حوا تجي القلقصة ما هي عندي يا عبد الله. والله من يوم اني شفتك تمشي مع ركان عمر وأنا غاسل يدي منك خبيزة ما تفرق بيننا حبوي لك خبيزة راحت أنا عجل لك وكلك بعد حبوي. تذكر البارحة يوم انك ماكل قرص لحالك يا المجرم يا مجرم مجرم انت يا نادر قبل انت نايم احبوي لك نايم ها ما خرب غير عمر وركان. لا تمشي مع عمر وركان تاكل لحالك بعدين مشكله برهوب. ما خربك غير عمر وركان ولا قبل لا تحتك معهم ما يجيزينك. عبد المجيد اسمع ما يجيزينك يا حلوك. انا ما قد طلب طلب الا وانا ناشد ان الرياجيل هذول كلهم يا رجال يا رياجيل انت سمعت انت اسمع يا تعبان وبعدين توي ما اسمع اسمع انا بغى يتهندم بغى يجيب على البيبان. اسمع يا نجاشي ها يا نجاش اسمع من طبع عبد المجيد بن نفال اسلم ما ينزوي مع رفيجه ايوه ويروح يطلب ويتعشى لحاله. سوي لي بيض يا راشد يا حياه عشق لعب فيك البيض ترى بيطلعك ابراهيم وانطلعت ابراهيم ادري انه من البيض. قل لا اله الا الله لا اله الا الله انا رجال ما بخربها معك وببدا صفحه جديده انا وياك خلاص اللي بيننا اكبر من وجبه ماكدونالدز. يا سلام وبيض الله وجهك يوم انك راح تكلمت التوم وجاب لي وجبه.
بيض الله وجهتهم. بيض الله وجهتهم. انا اقول عمر احب لك برهوم لا تخربوا علي، برهوم ترى بيننا وعيش وملح وخبيزات وكليجه وبيننا علوم منزل، لا تخرب برهوم علي. بقول لك الصراحه. تسمع يا عمر. اسمع يا ابو لافي. لا خلاك ما عندي قلقصه. لا لكن الرجال اللي جنبك لا ترى يقلقص على طول. 70 نهار وانا اوكلك خبيزات، تجي في نهار واحد خونا وراه. خرب معركان يا عمر. لا تمشي مع ركان وعمر احبوا لك. اسمع انا ابي اموص البريق الحين هم انا بخلص، كان تبي تموص معنا تعال. عمر معطيك، عمر معطيك هبره قلقصه، معطيك اياها وتمسرت تقلقص. القلقصه ما يبلي. تمام بليك؟ القلقصة عند اللي انت خابر. ايه. ايه. اللي يزعل عشان وجبة مفترة. ايه اللي بيزعل ولا يعزم وش اسمه؟ أبك حنا نقطع من جنبنا ونوكل رفيجنا. ورا ما قطعت من جنبك أول. أول ورا ما قطعت من جنبي. ولا لو أقطع لكم تبدي وعشيكم. يا لبة تبديك أنا بديت معك صفحة جديدة. هاقلق وقلق بيري يجي. ما نقدر نرجع لهم. نسوي صلح أبو هذال، نسوي صلح. إيه خلاص. يلا تعالوا زلوا تعالوا. مرحبا ومسهلا حياكم الله. اسمعوا يا ريجيل يا هضالة. يا أخوي من تين والله العظيم. عقل قصة طبعا ابنها الذالة والمرطشة ركانة يعرفها. وعقل قصة طبعا ابنها الذالة والمرطشة ركانة راعيها. الحين هم أصلحنا حنا. ايه عقل قصة طبعا ابنها والمرطشة ركان راعيها. مرحبا مرحبا مرحبا.